عندما يخرج نتنياهو أو يعلون أو غيره ليهددهم يقولون له ما قاله إمامهم زين العابدين ابن الحسين عليه السلام للطاغية ابن زياد عندما هدده بالقتل فقال أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لما رجع من العراق فرشت أرض البيت كلها ورد وشمع، وباللحظة اللي وصل فيها وطلع على الأرض بدي بسلو أجره، ما كان يقبل، أم رفعني قال لي ليش عم تعملي هيك؟ قلت له أنت رجعت من الموت، نزلت علي من السماء، قلبي يحن إليك وروحي تأن إلى روحك وعيني ترقب غروب الأيام وتنتظر صبحها لتعلن لي أنه قضى يوم من أيام الغربة المرة. فأنت روحي وحياتي وعمري، بل أنت كل كياني ووجودي يا غالية.